بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، السلام عليكم واهلا بكم. درسكم لهذا اليوم صفحه 34. طبعا صفحه 34 عزيزي الطالب صفحه مهمه، مثل ما قلت لك بالدرس السابق وشرحت لك موضوع مهم جدا جدا اللي هو السكند كونديشنال. عزيزي الطالب شرحت لك اياه هنا وقلت لك هاي اف الشرطيه الثانيه تربط بين جملتين، جملتها بالماضي البسيط والجملة الثانية لازم تحتوي على ود وفعل مجرد، وفصلت لك اياه وقلت لك موضوع قواعدي مهم جدا جدا. عزيزي الطالب انت لازم تشوفه حتى تجيني علما على صفحة 34. طبعا صفحة 34 انا راح اشرحها السببين. السبب الاول اسوي لك مراجعة اخرى علما الى اف الشرطية الثانية، بالاضافة الى شرح وترجمة ما موجود بها، وعندك هنا اكسرسايز او اكتيفيتي اي واكتيفيتي بي ايضا يبدا من عندك شغل عزيزي الطالب. هسه لو تلاحظ ياي انه هذه صفحه 34 تعتبر لسن 4 الدرس الرابع لليونت 3 للوحده الثالثه، وعليها تمارين مهمه جدا جدا بالاكتيفيتي بوك صفحه 46 و47 عزيزي الطالب، وراح تكون صفحه لهذا اليوم بعنوان If we, لو نحن didn't have, ليس لدينا any spiders أي عناكب. If هنا في الشرطية الثانية بمعنى لو، we نحن didn't have, ليس لدينا any spiders. Any spiders أي عناكب، شنو اللي راح يصير؟ راح تزداد الحشرات، يعني راح يصير more mosquitoes الكثير من البعوض، more flies الكثير من الذباب. ليش؟ لأن هاي السبايدرز هذه العناكب هي اللي تقضي عليمن على الذباب بالإضافة إلى البعوض. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى مفهوم العنوان مالتنا. نجي لهنا يقول talking للحديث about بشأن أما generous situations اللي معناها مواقف، situations معناها مواقف، imaginary معناها تخيلية، إذن مواقف تخيلية للحديث talking، talking معناها الحديث about بشأن imaginary situations مواقف تخيلية. يعني شلون؟ أنا أقول لك الموقف التخيلي شلون؟ يجيك صاحبك يقول لك لو عندك 100 مليار ايش راح تسوي؟ هذا موقف تخيلي. لو انت رئيس وزراء ايش راح تسوي؟ لو انت مدير لو انت بالانجليزي شلون تجيب الاسئله؟ فلاحظ هاي كلها سهوله imaginary situations مواقف تخيليه. ولو تلاحظ استخدمت المفرده لو، وهاي اللو هي اف الشرطيه الثانيه. ولو تلاحظ عزيزي الطالب هاي قاعدتها باختصار شديد تربط بين جملتين، الجملة القريبة عليها جملتها لازم ماضي بسيط، والماضي البسيط ثلاث أفكار. الفكرة الأولى يعطيك الفعل بيت حول لو ووز لوور، هذا أول فكرة. الفكرة الثانية يعطيك فعل رئيسي مجرد ويقول لك صحيح لي يا من تحوله للماضي لو تضيف لأيدي لو شاذ، هاي الفكرة الثانية. والفكرة الثالثة يعطيك not وفعل رئيسي أنت تخلي قدامه did، فيصير didn't أو did not وفعل رئيسي مجرد. هذا عزيز الطالب بالنسبة لجملتها ثلاث أفكار فقط. بالنسبة للجملة الثانية لازم تحتوي على would وفعل رئيسي مجرد، ولو تلاحظ would وفعل رئيسي مجرد. راح نجي نقرأ ونترجم عزيز الطالب. if معناها لو، if الشرطية الثانية، if لو we نحن didn't have ليس لدينا any spiders أي عناكب، we would have more mosquitoes سوف يكون لدينا، شوف سوف يكون لدينا شنو؟ الكثير من البعوض. إذا ما عندنا عناكب راح يكون سوف يكون لدينا الكثير من البعوض. لاحظ عزيز الطالب الجملة الثانية تحتوي على ود وفعل رئيسي مجرد، وجملة if ماضي بسيط، ولاحظ هنا didn't.
نجي للي بعدها if there were، وانتبه الوير منين جاية؟ جاية من الفعل بي، البي من نحولة للماضي يعطيني was or were. زين استاذ ليش خليت انت هنا were؟ نجي لهنا الاسم شو يعتبر؟ جمع. اذا الwere مع الجمع والwas مع المفرد بالاضافة الى الاي، I was، he was، she was. لاحظ عزيزي الطالب خلي هاي الفكرة ببالك. نجي هسه جملتها ماضي بسيط من خلال الوير، والجملة الثانية احتوت على with وفعل رئيسي مجرد. راح نجي لمن؟ نجي لهنا. يقول لك if there were more mosquitoes، إيه لو لو كان هنالك الكثير من البعوض، we would get، نحن سوف نحصل، more bites، الكثير من العضات، يعني قرصات بين قوسين، عضه قرصه هي بايتس، بعد انتم كيفكم. الملاحظه المهمه والانتباه معي انه جمله اف ماضي بسيط، والجمله الثانيه ود وفعل رئيسي مجرد. هذا عزيزي الطالب بالنسبه لمن؟ بالنسبه لهذا الجدول. راح نجي للاكسرسايز اي، يقول ميك، اصنع، صير، second conditional if الشرطية الثانية، sentences الجمل، using باستخدام these sentences، these sentence beginnings بدايات تلك الجمل. وين البدايات هذن؟ هنا ايش منطيك؟ منطيك بداية، يعني أول جملة، جملة if، ويقول لك يلا كمل لي، شوف كمل لي، لاحظ make، اصنع لي second conditional sentences جمل if الشرطية الثانية، using باستخدام these sentence beginnings بدايات تلك الجمل هذني. بعد يقول لك read، اقرأ them، اقرأهم to your partner، إلى شريكك، إلى زميلك، uncheck، وتحقق each other's work، والأعمال الأخرى، يعني هم شلون حالين، يعني صاحبك شلون حالين. ولو تلاحظ هنا مثلا example، مثال ايش منطيك؟ منطيك if I had lots of money، اذا اني لدي الكثير من النقود ايش راح اسوي؟ فهنا قايل لك كمل، طبعا هاي هو حال لك اياه. ايش قايل؟ قايل if I had lots of money، الكثير من النقود، I would buy presents for all my friends، انا سوف اشتري هدايا لكل اصدقائي. لاحظ عزيز الطالب، زين استاذ انا اريد اكتب غير هذا الشيء، بكيفك انا راح اكتب له غير هذا الشيء. لاحظ مثلا انا راح احل لك هاي، هي نفسها طبعا هنا محلوله، وانا راح احلها بحل مغاير، حتى من اقول لك هنا تحقق انت وزميلك راح تشوف حلك يختلف عن حل زميلك. ليش؟ لان اذا واحد مثلا، اذا انا عندي فلوس اخطط اشتري سياره، اخطط اشتري هاتف جديد، اخطط اشتري بيت جديد، اخطط اسوي الافكار اللي ببالي، فكل واحد بباله فكره. انا بالنسبه لي مثلا if I had، اذا انا لدي lots of، الكثير من money، لو تلاحظ I would buy a new phone، انا ساشتري هاتف جديد باختصار شديد، بينما هنا يشتري هدايا لكل أصدقائه. لاحظ عزيزي الطالب، أنا بالنسبة لي سوف أشتري هاتف جديد. اللي أريد من عندك الملاحظة هنا، الملاحظة أنه جملة إف لازم ماضي بسيط، هنا هذا الفعل بالماضي، شلون يعطيك يا بالامتحان؟ يقول لك هاف، من تحوله للماضي شو يصير؟ يصير هاد، هاي واحد. شغلة ثانية، الجملة الثانية راح أشوف كلهن بين ود، لازم بين، إيش بين؟ بين ود، وبعد الود فاعل رئيسي مجرد. نجي لمن؟ نجي للي بعدها. If I was late for school، إذا أنا تأخرت للمدرسة، تأخرت عن المدرسة. لاحظ هنا was تدل على اليمن، على الزمن الماضي واصلها بي، وهنا ما خليت where، خليت was، لأن الفاعل I، she read was، ممتاز. إذا لو 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 أني، طبعا كل if بشرطية ثانية ترجمتها لو، فإذا تسمعني أقولا إذا، لا مو إذا، ترى هي لازم لو، بس أنا متعود على إذا، على إذا، فأعلمهم لو I was، أنا كنت late، متأخرا for school، للمدرسة. شنو راح يصير؟ لاحظ my teacher، اللي هو مدرسي، would be، سوف يكون very angry، غاضب جدا. لاحظ عزيزي الطالب، نجي هاي would وهاي فعل رئيسي مجرد وهذا الماضي، ونجي لهاي if I met، إذا أنا قابلت an alien، إذا أنا قابلت an alien معناها شنو؟ فضائي.
اذا شفت رجل فضاء وقابلته ايش راح اسوي؟ لاحظ وياي ايش راح اسوي. I would ask him، انا ساساله about his planet، عن كوكبه، عن الكوكب اللي هو عايش بيه. ايناش اريد انتبه، الفعل ميت من حولته للماضي الصار صار مات. اذا جمله اف الشرطيه الثانيه بالماضي البسيط، والجمله الثانيه لازم تحتوي على ود وفعل رئيسي مجرد. هاي ود وهذا فعل رئيسي مجرد. If I had to eat snails، اذا انا توجب، شوف يعطيك هاف، شو تسوي لي هاد؟ اذا لو اني توجب علي ان اكل، ايت اكل سنيلز. كلمة سنيلز لو تلاحظ عزيز الطالب الحلزونة اللي موجودة قدامك، هذا اللي بالصحن، ايش راح اسوي؟ لو تلاحظ I would close my eyes، يعني احنا ما ناكل، انا ما اكل يعني ما اعرف disgusting فشي مقزز. فلو تلاحظ I would close، انا سوف اغلق my eyes عيوني and take واخذ a bite. bite معناها قضمه او عضه بعد كيفك. فلاحظ I would close my eyes and take a bite. نجي لمن نجينا، ماضي بسيط وهنا ود فعل رئيسي مجرد. If the internet، إذا الإنترنت disappeared، اختفى. هنا مشكلة، شوف إنترنت disappeared فعل بالزمن الماضي. إذا جملة if، جملة if بالماضي البسيط. فلو الإنترنت اختفى إيش راح يصير؟ I would، أنا سوف spend، أقضي more time، الكثير من الوقت with my family، مع عائلتي and friends وأصدقائي. لاحظ عزيز الطالب جملة ثانية تحتوي على would وفعل رئيسي مجرد وجملة if بالماضي البسيط. هذا بالنسبة للأكتيفيتي أو الإكسرسايز A. راح نروح للبي، راح يصير بالعكس، يعني راح يعطي النهاية، يعطيني الجملة اللي تحتوي على would ويريد من عندي جملة if. لاحظ يقول لك now، الآن، make، صيغ، سوي لي. second conditional sentences، جمل الشرطية الثانية، using، باستخدام these sentence endings، نهايات تلك الجمل. إذا هنا منطيني النهايات، يقول لك read، اقرأ them، اقرأهم to your partner، إلى زميلك، تم راح تحلها فقرأ لي إياه، and check، وتحقق each other's work، الأعمال الأخرى اللي حلوهم زملائك. نجي لهنا يقول لك example، مثال، if I broke my leg، إذا أني أو لو أني كسرت ساقي، I would be in a lot of pain، أنا سوف أكون في ألم أو سوف يكون لدي ألم كثير. شوف a lot of معناه كثير وكلمة pain معناها ألم. طبعا هاي منين جايبها؟ هاي من حالي هو، وانت تقدر عزيز الطالب تحلها بطريقة أخرى، بس بما أنه هو حالها خلاص أنا ما راح أحلها بطريقة أخرى، راح أنزل للثانية. بس قبل لا أنزل للثانية أريد أنوه على شيء، أنه جملة if بالماضي البسيط، شوف break بالمضارع من نحوله، يعني break فعل مجرد، من نحوله للماضي يصير broke، والجملة الثانية تحتوي على would، وراح تشوف ذني كلهن شبيهن بيهن ود. لاحظ كلهن بيهن ود، وكلهن بيهن فاعل رئيسي بعد الود يكون مجرد. لاحظ ياي، نجي لمن؟ نجي هاي للثانية. الثانية there would be too many insects، سوف يكون، شوف سوف يكون هنالك الكثير أو العديد من الحشرات. إذا لو شنو؟ لاحظ اللو، لاحظ اللو. If there were no spiders، إذا لم يكن، شوف إذا لم يكن هنالك عناكب، إيش راح يصير عندي؟ الكثير من الإنسكتس. فلاحظ عزيز الطالب ترى هذه راح أربطها مع منو؟ مع هذا، بس أنا ما قدرت أخليها هنا لأن ما لها مجال، خليتها فوقها. لو تلاحظ يا جملة إف بالماضي البسيط من خلال الوير، وخليت وير مو ووز لأن سبايدرز جمع، والوير مع منو؟ مع الجمع. لاحظ، نجي للجملة الثانية بها ود فعل رئيسي مجرد. نجي لهاي، هذا طبعا الجزء الثاني، يريد من عندي الجزء الأول اللي يحتوي على إف. My teacher would be very angry، إنه مدرسي، قبل شوي استخدمتها فوق بالمناسبة، مدرسي would be، سوف يكون very angry، غاضب، غاضب جدا. إذا شنو؟ لو شنو؟
لو اني اخرت عن المدرسه باختصار شديد. ولاحظ جمله اف ماضي بسيط من خلال الووز. لاحظ نجي لمن نجي لهاي. I wouldn't do very well in the test. انا سوف لن اجاوب، لن افعل بشكل جيد جدا في الاختبار، يعني انا ما راح اجاوب بالامتحان بشكل جيد. ليش؟ اذا انا ما درست. ولاحظ عزيز الطالب، if I إذا أني didn't study hard، إذا أو لو أني لم أدرس بجد. لاحظ لو أني لم أدرس بجد. إذا أني ما لو أني ما درست بجد إيش راح يصير؟ I wouldn't أنا سوف لن do أعمل أو أحل very well بشكل جيد جدا in the test في الاختبار. لاحظ عزيزي جملة if ماضي بسيط didn't study، والجملة الثانية احتوت على with أو wouldn't أو فعل رئيسي مجرد. نجي للأخيرة I would be very hungry، أنا سأكون جائع جدا. شو أكيد؟ لو أني نسيت my lunch box. طبعا احنا رايحين على بيكنيك بسفرة، ولو أني ناس الصندوق مالتي lunch box مال وجبة الغداء، اوكي lunch box، فش راح اصير؟ راح اصير جوعان، أني كلش جائع. فلاحظ if I forgot، اذا أنا نسيت، شوف ماضي بسيط، my lunch box اللي هو صندوق لوجبة الغداء، I would be أنا سوف أكون very hungry جائع جدا. ولاحظ ماضي بسيط جملة if، والجملة الثانية تحتوي على would وفعل رئيسي مجرد. طبعا عزيزي الطالب لحد لهنا قد انتهى درسي، انتظروني في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.